القطعة حداشر باسم الآب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الدهور كلها أمين. لو تطلعوا برضو معايا لو سمحتوا القطعة 11 في المزمور الطويل بتاع خدمة الأولى من نص الليل، يقول فيها المرنم معلمنا داود النبي، يقول طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزيني، صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك؟ متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك أحيني فأحفظ شهادات فمك، المجد لك يا محب البشر. قطعة جميلة خالص يا أحبائي من قطع المزمور الكبير، 22 قطعة. والموضوع الرئيسي اللي بتتكلم عليه القطعة دهيت هو حياة الرجاء أو فضيلة الرجاء. والرجاء في المسيحية حلو وشيق، والإنسان فينا يا أحبائي اللي يعيش بالرجاء طول حياته يدخل السماء. يعني إيه يعيش بالرجاء طول حياته؟ يعني ما فيش يأس أبداً مع أي خطية أو أي ضعف، في توبة، في رجوع لربنا، في قبول من ربنا لينا، فإيه اللي يخلينا نيأس؟ وأكتر حاجة ربنا بيحبها تكون موجودة فينا هي حياة الرجاء. وحياة الرجاء ديت خلت نفوس كتيرة كانت من الأشرار خلتهم من القديسين، واحد زي الأنبا موسى الأسود، واحد زي أوسطينوس، واحد زي مريم المصرية، واحد زي بائسة اللي تعامل معاها القديس يوحنا، إيه ها القصير اللي احنا هنحتفل بيه خلاص. كل دول لولا حياة الرجاء كان زمانهم إيه؟ ضاعوا وهلكوا. عشان كده يريد كل واحد مننا يتملي بالرجاء. والرجاء غير الأمل، خلي بالكم دي كلها مقدمة. يعني احنا نسمع كلمة الأمل مش كده؟ واحد ليه أمل في نجاح معين، في توفيق معين في شغله أو في البيزنس بتاعه، في جوازة معينة، في يعني انه يحقق مكسب مادي من حاجة معينة، عنده أمل. الأمل يختص بالأمور الأرضية كلها، أي أمر أرضي، أي أمر فاني، أي أمر زمني نقول عليه إيه؟ ها؟ أمل. خدين بالكم؟ إنما الرجاء ده يختص بالأمور الروحية، يختص بخلاص النفس، بأبديتنا، بالسماء اللي مستنيانا، بقبول الله لينا، ده اسمه رجاء بقى. وزي ما الكتاب بيقول والرجاء لا يخزي في رسالة روميا صح 5، يقول الرجاء إيه؟ لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فالرجاء ده ما يخزيش أي إنسان أبد. وحلاوة الرجاء أو فضيلة الرجاء إنها تتعامل مع عواطف الإنسان وإحساساته، فياخد من الحزن اللي في الإنسان ويحوله لإيه؟ لفرح. ياخد من الألم اللي الإنسان ممكن يحس بيه أو يشعر بيه ويحوله إلى بركة. ممكن الألم ده لينا كناس روحيين يبقى سبب إيه؟
بركة. ده امتى؟ لما الانسان يتحمل الالم ده من اجل الله ويبقى عنده رجاء في ان ربنا هيحوله لايه؟ لبركة. ممكن يحول التجارب او الضيقات الى اختبارات روحية معينة. واخدين بالكم؟ الرجاء يعمل كده. واحد بيمر بتجربة، واحد بيمر بضيقة طولت معاه شوية، لكن مليان قلبه بالرجاء، تقوم النتيجة تطلع ايه يا احبائي؟ يلاقيه بيختبر اختبارات روحية كده في علاقته مع ربنا، طول ما هو ماشي في التجربة او في الضيقة، لان عنده ايه؟ عنده رجاء ان ربنا مش سايبه، ان ربنا هيحول الضيقة ديت تبقى سبب بركة في حياته. واخدين بالكم؟ قلبه مليان رجاء، ما بيقسي ابدا، ما بيتحطمش. عشان كده يبتدي بقى القطعة ديت بعبارة ايه؟ طاقة نفسي الى خلاصك. طاقة نفسي الى خلاص. طاقة يعني ايه؟ يعني اشتاقت، اشتاقت، ها؟ اشتاقت لخلاص ربه. خلوا بالكم بقى بيقول ايه؟ خلاصك، مش لحاجة فلوس تجيلي، ولا طاقة نفسي مثلا لفرح دنيوي، ولا شبع من الحياة الأرضية. لا، سليمان الحكيم قال لنا باطل الأباطيل، ها؟ الكل باطل وقبض ايه؟ الريح، ولا منفعة تحت الشمس. فالحاجات دي كلها ما بتشبعش، انما اللي يشبع بس هو ربنا. فهو مشتاق، مشتاق جدا، ونفسه تتوق الى خلاص الله. كم واحد فينا يا احباء عنده الاشتياق ده؟ يعني ايه؟ دايما يقول له خلصني، خلصني، خلصنا. احنا بنقول في احد الشعانين الالحان الجميلة بتاعت احد الشعانين، نقول فيها كلمة ايه؟ خلصنا، مش كده؟ حتى هم استقبلوا السيد المسيح باغصان الزيتون وقالوا له ايه؟ هوشعنا. هوشعنا يعني ايه؟ خلصنا، خلصنا. الخلاص الروحي الابدي اللي يخلصنا من موت الخطية ومن الهلاك الابدي. فهل احنا ده اشتياقنا يا احبائي؟ كل يوم يا ريت نعمل زي داود النبي كده، قولوا معايا: طاقة نفسي الى خلاصك، طاقة نفسي الى ايه؟ الى خلاصك. وبعدين بعديها يقول ايه؟ يقول: وعلى كلامك توكلت. يعني انا هسأل سؤال: ايه اللي يخلي الرجاء مستمر في قلوبنا؟ ما يضعش، ما نفقدش الرجاء وما نيأس. ايه اللي يخليه يستمر في قلوبنا؟ كلمة ربنا. احنا بنستند على ايه؟ ها؟ كلام ربنا ووعوده في الكتاب المقدس. لما يوعدنا بحاجة في الكتاب المقدس هي الحق صادق، فأنا أخدها وصدقها واثق فيها واتكل عليها. وعلى فكرة ربنا بيحب قوي في صلاتنا نقول له الحكاية دي، نقول له: أنت قلت كذا كذا يا رب، فأنا عايزك تحقق الكلام اللي أنت إيه؟ قلته. يعني مثلا قلت: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فأنا جاي لك يا رب تعبان ومليان حمولات، النهاردة أنا تعبت في الشغل قوي، النهاردة أنا اتضايقت قوي، النهاردة الناس سببوا لي ألام إلى آخره. فأنا جاي لك يا رب، وإنت وعدت كده إن اللي يجي لك تعمل إيه معاه؟ تريحه. يبقى أنا هنا بتكل على إيه يا أحبائي؟ على كلمة ربنا ووعده. فعشان كده هنا يقول إيه؟ وعلى كلامك توكلت. طب بالنسبة لخلاصنا، هل ربنا وعدنا بالخلاص؟ آه، ده وعد الخلاص ده بدأ منين؟ من بعد خطية آدم وحواء على طول. نسل المرأة يسحق رأس الحي، ده الوعد بالخلاص. وابتدى ربنا يعد للخلاص ده هوت لغاية ما جه ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني، زي ما قال معلمنا بولس الرسول. فالخلاص ده وعد بيه ربنا. فلما أنا وإنتم نقول له كده: طاقة نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت. أنت يا رب عايز تخلص. ده بيقول: أحب الله العالم حتى
بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يهلك. لا يهلك يعني ايه؟ يخلص. لا يهلك يعني معناتها ايه؟ يخلص. مش كده يا احبائي؟ انتوا معايا ولا ايه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن ربنا عايز الخلاص ده لكل العالم، لكل العالم. فأنا وإنت كمؤمنين بقى وتمتعنا ببذور الخلاص الحلوة دي في الأسرار بتاعت الكنيسة والنعم اللي احنا بنشوفها ده، احنا نحس بالخلاص ده أكتر من أي إنسان إيه أخ. فيبقى طاقة نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك إيه توكلت، وعلى كلامك توكلت. وبعدين يقول لي بقى كلت عيناي من النظر إلى أقوالك قائلا متى تعزين. كلت يعني إيه؟ ها؟ مش سامع. تعبت. عارفين أما واحد مثلا يقول أنا عاد تبكي لغاية ما عيني كلت من البكاء. ها؟ دي بالكو. أو واحد بيذاكر مثلا وقعد ساعات طويلة يذاكر ويمأمأ كده في الكتاب بتاعه ويقول لك كلت عيناي. تعبت تعبت. طب هنا داود النبي بيقول على عينيه تعبت في ايه؟ تعبت في حاجات في العالم، تعبت في أمور أرضية. ما في ناس في شغلها يقعدوا قدام الكمبيوتر بالساعات الطويلة، يطلع بعد الشغل يقول لك عيني مش شايف خلاص. جماعة الصيادلة والمهندسين برضو كتير منهم اللي مش بيروحوا الموقع يشتغلوا بس على الكمبيوتر، ها؟ يتنوهم كده مدة ساعات طويلة، يطلع عينيه يقول لك عيني خلاص تعبت كلت. بس من ايه بقى؟ من امور تختص ايه؟ بالعالم. لا، هنا داود النبي يقول لك يقول كلت عيناي من النظر الى اقوالك. شوف الحلاوة بقى دي، ها؟ افتكرت واحد قلت عليه قبل كده في السماء، يعني دلوقتي لما كبر في السن وعينيه نظره ابتدى يضعف، فقال انا بطلت الجرايد والمجلات واي حاجة تختص بالعالم ما بقراش فيها خالص. امال بتعمل ايه؟ يقول موفر النظر الباقي عندي للانجيل، يقعد مع الانجيل كل يوم ساعات ساعات، يصحى الصبح بدري قوي قبل يعني عند الفجر ويتنوا لغايه ما الشمس تشرق وتشتد في حرارتها. يقول ادخل بقى لما الشمس تشد علي. ربنا ينيح نفسه، ما نسوهوش ابدا انسان البركه ده. فده كلت عينيه من ايه؟ من النظر الى الانجيل، من النظر الى اقوال ربنا. هل لينا يا احبائي ان احنا يبقى عندنا الحكايه دي؟ كم مره بتقرا الانجيل؟ كم وقت من اليوم بتفتح الكتاب المقدس؟ وأقول لنفسي قبليكم، أقول لنفسي وبكت نفسي قبليكم، هل وصلنا للدرجة أن عينينا كلت من النظر إلى الكتاب المقدس وكلام الله في الإنجيل ووصاياه؟ ها؟ صحيح بعض الناس لما بتعمل مسابقات هنا في الكنيسة نشكر ربنا على طول المسابقات شغالة، يعني نشكر الله وافرح قوي. طيب يجوا يمسكوا بقى المسابقات عشان يجاوبوا الأسئلة، يوم يقلبوا في الإيه؟ الكتاب المقدس عشان يطلعوا الايه؟ الاجابات. لكن لا، مش دي بس، مش دي المقصود، الاجابات وحل مسابقات وبتاع. لا، ده واحد عمال يمأمأ في الكتاب المقدس واقف قدام وصية مثلا عينيه مش راضي تسيبها، لانه بيقول له يا رب الوصية ديت انت عاملها عشان انا استفيد منها تتحقق في حياتي في قلبي اعيش بيها يا رب. يقعد يمأمأ في كلام ربنا. كلت عيناي ها من النظر إلى إيه؟ إلى أقوالك قائلا متى تعزيني. هنا حياة الرجاء بقى مرتبط بيها الصبر وطول الأناة وانتظار الرب. أقولها تاني، دي حياة الرجاء عشان تستمر مرتبط بيها الصبر وطول الأناة وانتظار الرب. انتظر الرب، ها؟ تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. مش المزمور بيقول كده؟ طيب ايه اللي يخلي الرجاء يستمر؟ انتظر. مش واحد يقول انا قلت لربنا على الحاجة الفنية بس ما حققهاش خلاص. ستوب ستوب ايه؟ ستوب ايه؟ هو احنا هنشغل ربنا على مزاجنا ونقول له يا دلوقتي يا بلاش؟ لا،
ربنا يقول لك لا انا مستني. تقول له ايه؟ طب مستني لايه يا رب؟ لحكمه. طب عايز تعلمني ايه؟ عايز اعلمك الصبر، لان بصبركم تقتنون ايه؟ انفسكم. من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص، هتدخل السماء بالصبر ده. فانت عايز الحكايه سريعه سريعه كده، اوام اوام، عمرك ما تتعلم الصبر، عمرك ما تتعلم الايمان. هو مين اللي ينتظر ربنا ده؟ اللي ينمو الايمان في قلبه، مش كده؟ عنده ايمان وثقه في الله فمنتظره. يقول له يا رب انا مستنيك وواثق ان انت ايه؟ هتنفذ وعدك فيا. امتى؟ انا ماليش دعوه، لتكن مشيئتك زي ما انت شايف. فمن ازاي يا حبايب؟ فالجزء الاولاني من هذه القطعه بيربط فيه الروح القدس على فم داود النبي بين حياه الرجاء وايه؟ قولوا معاي، وايه؟ قول خلاص، ها، وايه تاني؟ والصبر. انتوا معايا يا احبائي؟ الجزء الاولاني من القطعه بيربط بين الاثنين دول، الرجاء وحياه ايه؟ الصبر وطول الاناء. عشان كده يقول كلت عيناي من النظر الى اقوالك. في لجاجه، في لجاجه واستمرار، قائلا متى تعزيني. طب كلمه متى تعزيني دي يعني ايه؟ امتى يا رب؟ امتى؟ متى تاتي الي؟ داود النبي على فكره في المزامير بتاعته لما نقعد نقلبها كده نلاقيه بقى عنده الروح دي. امتى يا رب؟ ها؟ امتى؟ انا مستنيك. متى تاتي؟ متى ايه؟ تعزيني. تعزيني يعني ايه؟ في واحد يقول تعزيني دي يعني يريحني. يريحني يعني ايه؟ يعني حقق لي اللي انا عايزه. لا لا، تعزيني حسب مشيئتك الصالح، تخلي الايمان يقوى فيا، تخلي الرجاء يستمر فيا، تخليني اصبر وما كلش، اصبر وما كلش. ادي التعزيه. امال الناس الجبابره القديسين دول يا احبائي، سواء كانوا الرهبان في المغارات والاديوره وشقوق الارض او الشهداء، كان ايه اللي بيتسلحوا بيه؟ ها، هو ده، الصبر. وكان ربنا يعزيهم وهم بيصبروا، ربنا يعزيهم وهم بيصبروا بطريقته الخاصة كده فيستمر. نقولها تاني، طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من النظر إلى أقوالك، قائلا متى تعزيني، متى تعزيني. حوالين الفضيلة بتاعت الرجاء ديت تحلو حياة الإنسان كلها. يبقى حلوة حياة الإنسان، حلوة وجميلة ومفرحة، ينسى فيها كل أوجاعه وآلامه وضيقاته ومتاعبه والحروب الروحية اللي بتوجه ليه سواء من الشيطان أو من الأشرار، ويبقى دايما عنده رجاء في تعزية الله له، قلبه متعزي، قلبه مليان سلام. ودي النفوس المتألمة والمجروحة والمجربة تحس بالحكاية دي، تيجي تدخلها وهي في قمة الألم. صدقوني يا أحبائي، بتعامل ككاهن مع نفوس سواء في كندا أو خارج كندا في أماكن عديدة، متألمة جدا ولكن متعزية جدا. أقولها تاني، دي متألمة جدا جدا، ما تقدروش تحسوا بالألم، لدرجة بتاخد حاجات، أدوية وصلت للطب، وهذه الأدوية لا تفعل شيئا في تخفيف الألم. إنما مين اللي بيخفف الألم؟ تعزية الرب، تعزية ربنا والإيمان والثقة اللي بتنمو في القلب. طيب بعد كده يقول له إيه؟ يقول له يا ريت تشوفوا معايا يا أحبائي القطع، صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. عارفين الزق اللي هو إيه؟ القربة. عارفين القربة؟ ها؟ القربة دي حاجة من الجلد وبقى أسود كده،
وبعدين يملاها يا إما مية يا إما لبن. شفنا الحاجات دي كتير، شفنا الحاجات دي كتير زمان وإحنا صغيرين، نشوف اللبن كده كانوا يعملوه في القربة دي. الناس التجار والمية زمان في الأماكن اللي هي ما كانتش لسه يعني اتطورت، كانوا يعملوا برضو حاجات قربة كده ويملوا فيها المية ويفوتوا على الناس اللي ما عندهمش يدوهم يفرغوا. فالمهم الزق ده، ومرة داود النبي قال للربنا كده، قال له احفظ دموعي في زق عندك. فاكرين الآية دي؟ احفظ دموعي في زق عندك. دمعة ورا دمعة ورا دمعة محفوظة في ايه؟ في القربة دي. طب يعني ايه صرت مثل زق في جليد؟ تخيلوا بقى قربة زي ديت مليانة حاجة وتحطت في جليد، يجرى لها ايه؟ تتجمد، مش كده؟ فكأنه بيقول لربنا انا من طول انتظاري بقيت زي ايه؟ زي القربة اللي اتجمدت في الجليد. ده ليها معاني بقى كتير، دي ليها معاني كتير بقى. ايه ده يا داود؟ لو انت يعني حلو ان انت توصف حالتك دي قدام ربنا، حلو، انت اعمل كده وانا اعمل كده. نقول له صدقني يا رب انت عارف طبعا، بس انا بحكي لك يعني انا حالتي بقت صعبة قوي، ده انا بقيت حاجة زي الزق كده اللي في الجليد متجمد كده، يعني مثلا بردان قوي، مش قادر اتحرك، مش قادر انطق. في واحد ساعات يقول مش قادر انطق يا رب، مش قادر اكلمك من كتر الضيقة اللي انا فيها. ده عمل زي زق في ايه؟ في جليد، مش قادر انطق يا رب. صرت مثل زق في جليد. طب بس كده وسكت؟ لا، شوف الجزء الثاني بقى بتاعها يقول ايه؟ ولحقوقك لم انسى. بصوا للقطعه من فضلكم عشان تتنيها ثابته في ذهنكم، خلوا القطعه قدامكم موجوده في الكوبتك ريدر. يقول له حقوقك لم انسى، يعني عايز تقول يا داود؟ يقول له مهما حصل لي يا رب، مهما حصل لي ومهما عانيت، انا مش هسيب ايه؟ كلامك وحقوقك واقوالك وتعاليمك ووصاياك. لحقوقك لم انسى، يعني ايه عايز تقول يا داود؟ عندي رجاء برضو يا رب، عندي ثقه، انا منتظرك برضو يا رب مهما حصل لي. انتوا فاهمين يا احبائي؟ ها، يعني شوف ايوب في احتماله، عشان كده يقول سمعتم بصبر ايوب ورايتم عاقبه الرب، مثال للصبر. ايه ده يا ايوب ده؟ ده انت مش زق في جليد، ده انت بقيت حاجه صعبه قوي. وبعدين يقول لك ايه؟ عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك، الرب اعطى والرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا. يبقى ده شعاره ايه بقى؟ ولحقوقك لم انسى، ليكن اسم الرب مباركا. يا احبائي يا ريت نتعلم، احنا نتعلم كلنا، اللي هيحافظ علينا ويحفظنا هو كلام ربنا، اما نقراه كتير ونمسك فيه ونثق فيه وما نحتش عنه ويبقى قدام عينينا وفي ذهننا وفي قلبنا. وبعدين داود النبي يقول له ايه بقى تاني في الحته اللي بعديها؟ كم هي ايام عبدك؟ كم هي ايام عبدك؟ متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ طبعا داود اضطهدوا ناس كتير، تعبوا جدا. فيقول له كم هي ايام عبدك؟ هي ايام عبد، ايام داود تطلع ايه؟ ها، الكتاب المقدس بيحط سؤال ويجاوب عليه، يقول ما هي حياتكم؟ ها، ما هي ايه حياتكم؟ ويجاوب يقول ايه؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فلما يقول له كم هي ايام عبدك، يقصد بها ايه داود؟ يقصد بها ايه داود؟ يقصد بها يوجه الكلام لنفسه، خلاص يا داود ده كلها ايه؟ ايام بسيطه، عمرك صغير، السنين اللي فيها الام دي وضيقات ومتاعب ده لا تقاس بالابديه السعيده التي لا تنتهي. ويقصد ايضا يكلم ربنا يقول له انت عارف يا رب ان ايامي ايه؟ صغيره، ايامي صغيره يا رب مش طويله.
طب عايز ايه يا داود؟ يقول له نفسي يا رب قبل ما اموت اتعزى، نفسي قبل ما اموت لمسات حبك وحنانك تمس قلبي وتريحني، نفسي يا رب تستجيب لنداءات قلبي الروحية من أجل خلاصي، نفسي يا رب أتمتع بالحكاية دي قبل ما أموت. هل في حد مننا أحبائي بتبقى دي اشتياقات قلبه؟ يقول له يا رب ما تسمحش أن أنت تاخد نفسي في غفلة، لكن اديني يا رب فرصة أن أنا أتوب. ده القديسين العظماء يا أحبائي يعملوا كده. واحد من القديسين وهو في اللحظات الأخيرة قبل موته وراقد كده ومش قادر يتحرك وحواليه الرهبان، فسمعوه بيقول يا رب اديني فرصة علشان أتوب. فقالوا له ايه ده؟ فرصة ايه؟ ده انت يعني خلاص مش قادر تتحرك وقربت على لحظة الايه؟ الموت. هتعمل ايه في الفرصة اللي ربنا هيديها لك دي؟ لا هتقدر، لا تقوم وتبذل مجهود وأصوام ومطنيات وقرع صدر عشان تطلب الرحمة، مش هتقدر تعمل الكلام ده كله. عارفين يقول لهم ايه؟ يقول لهم ايوه فعلا مش هقدر اعمل كده، لكن اتنهد على خطاياي، اتنهد على ايه؟ على خطاياي. فاول ما قال العبارة دي جه صوت من السماء قال ائتوني بتائب البرية، ائتوني بتائب البرية، واسلم الروح على طول. لغاية آخر لحظة بتطلب التوبة، لغاية آخر لحظة عايز تختم حياتك مع ربنا ويبقى ليك نصيب في السماء. هو ده يا أحبائي مشاعر واشتياقات نفوس أولاد ربنا وبنات ربنا. هل إحنا من صنف آخر ولا إحنا أولادهم نغير منهم؟ كم هي أيام عبدك؟ متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ طب النص الثاني ده معناته ايه؟ بيقول لربنا امتى يا رب هتجري حكم على اللي بيضطهدوني؟ في واحد يقراها يقول ايه؟ امتى يا رب هتنتقم لي من الناس دول؟ امتى يا رب تعمل فيهم وتخلي فيهم؟ امتى يا رب تحكم بموتهم وهلاكهم؟ هل هو يقصد كده؟ هل هو يقصد كده داود النبي يا أحبائي؟ متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ شوف القديسين لما يتأملوا بالروح القدس في كلام الكتاب المقدس يقولوا إيه بقى؟ يقولوا كان يترجى خلاص العالم كله بما فيهم المضطهدين والأشرار والأعداء لي واللي تعبوه، يتوق إلى خلاص. تجري لي حكما، خلوا بالكم من تجري لي حكما دي، زي كلمة نقول الدينونة الأخيرة. دايما الدينونة الأخيرة نفهمها أو غالبا نفهمها على إنها إيه؟ الحكم بهلاك الناس، مش كده؟ لكنها تحمل المعنيين، المعنى البوزيتيف والمعنى الإيه؟ النيجاتيف. ده يعني الناس الأبرار مش هيدخلوا في يوم الدينونة ده، the day of judgment، بس ايه النتيجة؟ يبررون. نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح ايه؟ سيدك. فكذلك موضوع الحكم ده مش معناته المعنى السلبي بس، انتقم لي يا رب منهم، اعمل فيهم وخلي فيهم، لا، لكن يا رب ياريت يا رب تغير قلبهم، ياريت يا رب تخليهم يهتموا بخلاصهم، ياريت يا رب يفوقوا ويشوفوا كده يا رب اليوم الأخير اللي منتظرهم ويرجعوا ليك ويندموا. كم من نفوس يا أحبائي كسبت نفوس أشرار بهذا المعنى أو بهذا المفهوم؟ تعرفين الشهداء في عصر الاستشهاد كانوا بيكسبوا بالألوف من مين؟ من الناس الأشرار اللي بيعذبوهم، منهم ولاة يكسبوهم للمسيح. إزاي؟ كانوا يصلوا من أجلهم، يصلوا من أجلهم. ده ياما شهيدات كانت تصلي من أجل السياف اللي هياخد رأسه وتقول له أنا هصلي لأجلك علشان تحصلني، تيجي معايا فوق في السماء. وفعلا يحصل كده. فدي اشتياقات،
مش يعني انت هتذبحني ربنا يوريك. لا لا يا احبائي. فيقول ايه؟ متى تجري لي حكما على الذين ايه يضطهدونني؟ الرجاء، حياة الرجاء تقدس الزمن وتجعل الواحد مننا يترجى أمور كثيرة مقدسة في المستقبل بتاعه. دايما عنده الرجاء ده، يترجى أمور كثيرة روحية مقدسة. ولما يسأل كده داود ويقول كم هي أيام عبدك، يؤكد على أن زمان غربتنا على الأرض هو إيه؟ هو قصير وقليل، زي ما قال كده يعقوب أب الأباء لما راح لفرعون يقول له عمرك قد إيه؟ يقول له أيام سني غربتي قليلة وإيه؟ وردية قليلة قليلة. طيب بعد كده يقول إيه؟ يقول تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب. وإحنا ماشيين في السكة وحياتنا مليانة رجاء وفي صبر وطول أناة وانتظار لربنا وعمله معانا، بتمر الحكاية كده يا أحبائي سهلة؟ لا. أمال إيه؟ تلاقي في حروب من الشياطين ومن الأشرار اللي الشياطين بإيه؟ بيزقوهم. فيقول له تكلم معي مخالف الناموس، يعني اللي بيخالفوا كلامك ووصيتك، يعني الناس الايه الاشرار، تكلموا بايه؟ بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب. هذيان يعني ايه؟ لما يقول يهزي يهزي، كان مره كده قالوا لبولس الرسول انت تهزي، يعني ايه؟ بتخرف بتخرف، مش كده؟ تهزي يعني تخرف، يعني كأن داود النبي عايز يقول ايه؟ ولا تأثرت، قاعدوا عايزين يأسوني ويخوفوني ويرعبوني ويهددوني، لكن كل كلامهم ده ايه؟ هذيان. كل كلامهم ايه؟ هذيان، ولا ليه اي تأثير علي خالص. ليه؟ اصل انا واثق في كلام ربنا ووعوده. الناس تقول زي ما تقول. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب. ناموسك ده يحفظني يحفظني. شوفوا اليهود والرومان في صلب المسيح كانوا بيعملوا ايه معاه ويهددوه كلام صعب، وانزل من على الصليب لنرى ونؤمن بك، وخلص اخرين واما نفسه فما يقدر ايه ان يخلصها، وكلام صعب. ينظر اليه رب المجد يسوع ايه؟ يقول كلام ايه ده؟ كلام هذيان، كلام هذيان. ليه يا رب؟ اصل انا واضع قدامي خلاص البشريه كلها وماشي قدما في اتمامه للنهايه، لما اقول قد اكمل وانكس راسي واسلم الروح. ده كلام هذيان. يجوا يهددوا استفانوس رئيس الشمامسه واول الشهداء، وهنعمل فيك ونخلي فيك ودي الحجارة هوت وحنخلص عليك، وهو يعمل ايه؟ ها انا انظر السماوات مفتوحة وابن الانسان قائما عن يمين الله. ايه ده؟ اصل اللي بيعملوه ده اللي بيعملوه ده ايه؟ هذيان. لا 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 لا، ده مش مخوفني، ده مش مؤثر فيا، ده السماء مفتوحة لقدامي دلوقتي، انا مشغول بالكلام ده. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب. وبعدين يقول ايه؟ لان كل وصاياك هي حق. يشرحها بقى، كل وصاياك هي حق. طب وبعدين؟ وبظلم، الناس الاشرار دول وبظلم قد طردوني فاعني، كادوا يفنونني من الارض. إذن محاربات الشيطان اللي بيصيرها ضدنا يا أحبائي كأولاد لربنا، ممكن يبقى فيها ظلم، ممكن يبقى فيها طرد، ممكن يبقى فيها إيه؟ إفناء. ده جاية من العبارة دي، جاية من العبارة دي، يقول إيه؟ وبظلم، في ظلم، والتانية يقول إيه؟ قد طردوني طردوني، والتالتة يقول إيه؟ كادوا يفنونني.
بس أنا ما فنتش، لأن مراحم ربنا لم تدعني أفنى. خلي بالكم الحتة دي، ربنا يسيب إنسان يفنى؟ إنسان ماسك فيه؟ لا يمكن، لا يمكن. هم عايزينه يفنى، الأشرار والشياطين عايزينه يفنى، لكن مش هيحققوا غرضه. فهنا يقول لأن كل وصاياك هي حق وبظلم قد طردوني فأعني. يبقى سلاحنا إيه يا أحبائي لما نشعر بظلم من ناس أشرار أو من الشياطين اللي بيحاربونا ليل ونهار؟ سلاحنا هو إيه؟ الصلاة. نقول لربنا إيه؟ أعني، أهو أعني، وبظلم قد طردوني فأعني. اطلب كده معونة ربنا، أعني يا رب، اسندني يا رب، حوط علي يا رب، ضمني لصدرك يا رب، احميني، نجيني. كل المعاني دي. كادوا يفنونني من الأرض أما أنا فلم أترك وصاياك. حلاوة داود النبي يكرر الحكاية دي كذا مرة، ما تركش وصاياك، ما حدش عنها، ما سيبهاش أبد. يعني بيقولها بمعاني وألفاظ مختلفة لكن نفس تحمل نفس المعنى، يعني ينبالكو. بس مبسوط كده أنه يقول كده ويطمن ربنا. طبعا ربنا عارف قلبه، بس هو عايز يقول لربنا كده، أنا مش هسيب وصاياك أبدا، أوعدك يا رب، أنت توعدني بوصاياك وأقوالك ومواعيدك، وأنا أوعدك أن أنا مش هسيب وصيتك دي، مش هسيب وصيتك أبدا، هتني ماسك فيه. لأن كل وصاياك هي حق وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني من الأرض أما أنا فلم أترك إيه؟ وصاياك. أما أنا فلم أترك وصاياك. وبعدين يختم القطعة الجميلة دي يقول له إيه؟ نظير رحمتك أحيني. يعني إيه نظير رحمتك؟ من أجل رحمتك يا رب أحيني. هو أنا هطلب من ربنا يحييني مستند على إيه يعني؟ ها؟ ده لازم يحييني؟ لازم يحييني؟ ولا أفرضها على ربنا؟ لا، ده من أجل رحمتك. يا أحبائي يا ريتنا في حياتنا الروحية نستند على رحمة الله. اللي هيدخل السماء هو اللي بيستند على رحمة ربنا. مهما جاهد ومهما تعب في حياته الروحية ومهما قدم من خدمات أو بذل أو عطاء أو كل ده، مهما عمل يقول ربنا إيه؟ مهما فعلتم ها؟ كل البر فقولوا إننا عبيد بطلون. قولوا إننا عبيد إيه؟ بطلون. طب أمال إيه نستند على إيه يا رب؟ لا، نستند على رحمة ربنا. عشان كده نقول له ونصرخ في القداس، نقول له كرحمتك يا رب وليس إيه؟ كخطايانا. مين فينا خالي من الخطايا؟ نظير رحمتك أحييني فأحفظ شهادات فمك. شهادات فمك، ناموسك، أقوالك، تعاليمك، وصاياك، كلها مع إيه؟ معنى واحد. نظير رحمتك أحييني فأحفظ شهادات إيه؟ فمك. شوفوا الكتاب يقول لنا حاجات كده معزية. يقول أمين تعالى أيها الرب يسوع، دي في آخر سفر إيه؟ الرؤية. وفي مكان تاني يقول بعد قليل سيأتي الآتي ولا يبطئ. دايما الإنسان ينتظر ربنا وعنده الشعور ده، بعد قليل سيأتي الآتي ولا إيه؟ ولا يبطئ. في ترنيمة قديمة قوي تقول، يتقال فيها إيه؟ مكتوب فيها إيه؟ يقول متى يتحقق هذا الأمل ويأتي أوان الزفاف. أوان الزفاف اللي هو إيه؟ اللي الناس بيعملوا ده ها؟ ويعملوا بروفة ويعملوا مشاربية، هو ده أوان الزفاف ده في اليوم الأخير. أوان الزفاف ده في اليوم الأخير بين النفس اللي انتصرت على الخطية والشيطان والعالم، تزف إلى عريسها السماوي رب المجد يسوع. ده أوان الزفاف. متى يتحقق هذا الأمل ويأتي أوان الزفاف وتبصر عيني مجد الحمل. الحمل اللي هو مين؟ ربنا يسوع المسيح. وأسمع صوت الهتاف. وبعدين يقول إيه؟ بخمر المحبة
يا نفسي اسكري وانسي هموم الحياة، على الغربة والآلام اصبري، سريعا تدخلي حماه. حماه جوه، سريعا تدخلي ايه؟ حماه. يا احبائي، القطعة دي جميلة جدا، كل قطع البزبور الطويل ده، بل كل كلام ربنا في الإنجيل معزي ومفرح، لأن الروح القدس كتبه غرضه يفرح قلوبنا ويعزينا ويملانا سلام ويملانا ثقة ويملانا إيمان. لإلهنا كل مجد وكرم من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي.